طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الله يخليك جوانا بطرق النعاد والدجداش البيضة. شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث أنت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية. إحنا وين رايحين؟ اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اليوم نريد نتحدث عن موضوع تهريب النفط، وكذلك يعني استخدام الشركات الاجنبيه في العراق للتهريب وسيله وسرقه للنفط العراقي. طبعا التقارير من مختلف المصادر المحليه والدوليه تتحدث عن تعرض النفط العراقي الى عمليات تهريب واسعه النطاق، وهذا امر معروف منذ العام 2003 ولغايه الان، من قبل عدة أطراف، منها عصابات منظمة استغلت الفراغ الأمني وضعف الدولة وانتشار الفساد في أرجاء مؤسسات الحكومة. الطرف الثاني وهو الأهم هي الأحزاب النافذة في الحكومة. تقارير أمريكية أشارت إلى قيام أحزاب كبرى مؤسسة للحكومة بتهريب النفط العراقي إلى إيران بنصف السعر المتداول دوليا، وتقوم الأخيرة بتصديره في عملية اقتسام للأرباح تتم بإشراف حكومتي البلدين. السبب في هذا التدهور كما هو معروف أعزائي المشاهدين الانفلات الأمني اللي صار بعد العام 2003 وغياب القانون اللي عم أرجاء العراق بعد دخول القوات الأمريكية للعراق، وهو انفلات أثار ويثير الكثير من علامات الاستفهام عن سبب وقوف القوات الأمريكية موقف المتفرج من تدمير البناء التحتية من قبل مجاميع تخريبية في ذلك الوقت. يقال بأن بعضها كان منظما وهاجم منشآت ومؤسسات محددة بناء على معلومات وخرائط دقيقة. بالأسابيع الأولى من الاحتلال، يعني إذا رجعنا شوية إلى الوراء، تم هدم ونهب وسلب وتخريب وحرق مئات المنشآت النفطية ومنظومات السيطرة وسرقتها تحت سمع وأنظار الجيش الأمريكي، وهو السبب الرئيس في تدمير البنية التحتية للمؤسسات النفطية وما تلاها من عمليات سرقة وتفكيك لمصافي ومنشآت نفطية معروف منها مثلا ما تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيات الحشد مصفى بيجي، وبالأخير الجماعة يعني الميليشيات والأحزاب السياسية قام كل من يذبها برأس الثاني. طبعا بلا أدنى شك يطرح تساؤل، ما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتلت العراق ودمرت قامت أو أتاحت الفرصة في تدمير البنية التحتية لإنتاج النفط العراقي؟ الجواب بسيط، أنه ما تم تدميره اليوم لا يمكن إعادة بناءه وإعماره إلا عبر شركات نفطية كبيرة من حيث الإمكانيات والآليات، ولا يملك مثل هذه الشركات غير الولايات المتحدة، بما أنها هي التي غزت واحتلت وسيطرت على البلد ومن حالفها في الحرب على العراق. لذلك لا يمكن أن يقال بأن الشركات النفطية لم تحصل على حصة الأسد في مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية للنفط العراقي، وإن كان يعني المشاريع ليست بكفاءة عالمية، فهي كافأت في المرحلة الأولى وهي الولايات المتحدة الأمريكية من تحالف معها من دول، ولو كان يعني بشكل أو بآخر من خلال إتاحة الفرصة لشركاتها للاستثمار في القطاع النفطي العراقي، وهي طبعا تستأثر بحصة الأسد في المرحلة الثانية التي تأتي بعد انسحاب الجيش الأمريكي. يعني استمرت 2011 استمرت الشركات الأمريكية، وخاصة عندما جاء الرئيس ترامب استمرت الشركات الأمريكية بالاستحواذ والسيطرة على الاستثمارات النفطية في العراق. طبعا هناك يعني استثمارات لشركات نفطية أمريكية عملاقة كما أشرنا في البنى التحتية النفطية العراقية التي تم تدميرها. من ضمن الأسباب الرئيسية اللي جعلت من النفط العراقي يعني محل
تهريب وسرقة من قبل الأحزاب والماذيات هو الفساد والإهمال الحكومي. يعني اليوم كما هو معروف العراق يحتل مراكز متقدمة جدا في تصنيفات تقارير الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادا، ما يزال محافظا على المرتبة الثانية منذ العام 2003 بمرتبة الفساد. هذا التقرير اللي يصدر سنويا عن منظمة الشفافية العالمية، العراق يحتل المراتب الأولى المرتبة الثانية من بين الدول. أريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، موضوع تهريب النفط منذ العام 2003 ولغاية الآن لم يضع له حل، والحكومة بأحزابها وميليشياتها متورطة من الرأس إلى القدم بهذا الموضوع. معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حيا لك أستاذ عمر، حياك الله. أهلا بك الشريف. هاي القناة هي الوحيدة أو نقول أفضل قناة اللي دا نشوفها بالإذاعات العربية، هي اللي تعاني حالة المأساة العراق وغير العراق. للأسف الشديد إحنا ما عندنا غير إصابات ويا الأمريكان ويا اليهود ويا المجوس سلطت علينا، كلهم حرامية. نعم. أحكي لك عن نينوى، نفط عين زالة يوميا يتيل سهريج يعبر على كردستان باتفاق حصة للمحافظ السيد المحافظ الموقر مع ميليشيات بدر ومع صجعبلي وهذا العاملي قدام عيوننا، يطلع على كردستان بالاشتراك مع مسؤولين كردستان ويروح ينباعن، هذا علني بدون رصيدها للدولة. نقول بوب ارجع النوب، السيد المحافظ الموقر ما يدري بالرايح والجاي، غير كلنا الكل وراء المادة وفي سبيل يبوق من هذا ومن هذا من أحد المواطن. يعني أخص ما شفت هو هذا المحافظ، أخص محافظ هو حاليا عندنا احنا، لأنه حاط أخوه سعد كان قبل ضابط شرطة نعرفه حق اليقين بكردستان دربين قاعد تفتح له مكتب كبير وما شاء الله تنهال عليه المشاريع كلها، إذا ما هو يأخذ 30% من كل مشروع يظهر في الموصل ما ممكن المشروع يمشي. شوف اللعبة. نعم. مع المسؤولين كلهم في العراق في دوامة. العراق للأسف الشديد، يعني نرجع ونقول الشعب العراقي حيش الطيبين، أرجع أقول لك 70-75% كله هو فاشل. ليش؟ هسراح يقولوا ليش واكو ناس ينتقدوني، لا خلنا نكون واقعيين، لأن إحنا بيدنا هجمنا بيوتنا. أنت يا أنت الصغير ليش تبوك؟ دع شوف الكبير، أنت لو القاعدة الجماهيرية كفرة خلاص تقعد وما تقبل، خلاص يقعد من الحوانة الوطنية، حينها نقدر نغير أي مسؤول، نقدر نكسر خشم المسؤول واللي من إجابة المسؤول. لكن الشعب هو تخنث من وراء المادة، بدأ من يأخذ له رشوة بسيطة يظل ملاحق سيده الجوشي واليهودي والصليبي اللي جايك عبر البحار. فيا شعب العراقي والله العظيم الجاي أسوأ. هسه لو تجي على العراق مليان، والموصل قبل أسبوع مرة اخطفوها شوية غنية قتلوها ساوموا على مادة، هذه كلها طبعا حكومة بزيع عسكري يطبون عليهم خذوها ومنطتهم فقتلوها جتوها بحد الهياكل. الرجل الأخ ساوموا أيضا خطفوه جاء وطبوا عليه بزيع عسكري فتشوا خذوا وأسروا وخذوا منه 6 شدات بدي 7 شدات. تسمعني سيد عمر؟ نعم أسمعك. ألو أسمعك واضح. فالسيد المحافظ الموقر حفظه الله للنار إن شاء الله، ومسؤولين وكلهم وكل اللي يقال عليه حكومة يوم الحكومة إن شاء الله، يعني إحنا يوم القيامة نحاسبهم. هسه ما نحاسبهم يوم القيامة، إحنا لو تجي العراق شوف السرطان اللي جدده، هذا المودة دع تجينا كلها كسفاير حدث ولا حرج، تجي على أدوية حدث ولا حرج، ماكو مسؤول سادة عمر، ماكو مسؤول، ماكو غير رب العالمين ينظر له. هذا إذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف الشديد العراقيين هيا تقول له، قل له أنت ليش تبوك أخي، ليش تبوك أنت، هو كلب، هو من صايع، هو ابن زنة كلب. لا لا بس بدون تجاوز أرجوك. نعم نعم أبو تدري بينا كنا أمراض نفسية فرعتنا، الشرفاء بدوا يعني يموتوا يكتنوا بالقهر، الأدوية تجيك كسباير أربيل إذا يبيع لك اللاج نوعا ما ورقة تروح تلقى بالموصل 25،
تجي بلم الموصل اكو اختطافات وسرقات. المسؤول الشغله رسميه بسيطه تعبر من سيطره اربيل على الموصل ياخذون منها المملكيه وفوق المملكه ما تعبر. ابو مصطفى انت شو تشوف من المسؤول عن عمليات تهريب النفط؟ اذا تحدثنا عن الموصل مثلا نينوى محافظه نينوى هي من الحكومه كلها او بالدرجه الرئيسيه هذا المحافظه اللي ما يمنعش ودهم لانه ابوه نعرف هو شنو ابوه شان هم اصلا حراميه ذول من البحر والحضر ولا كانوا بس ما ياتيهم صراخ وسلابه بالطريق لما كان صدام حسين يقص خشومهم هو ذول الحراميه شتشت الاعدام والناس اللي تلومه يابا مو هذه الوضعيه مو كانوا كلهم حراميه وهسه تمكنوا هم حراميه بينا فاحنا العراقي ليش يعني اليوم كردي يقول لي اخ يا صدام حسين اخ يا صدام حسين شلون شنو قائد والله باكن نعرف كل شيء وشيعي قبل يومين عاد شاشة الفلوجي أيضا نفس الوضع يقول والله ما يحكمون إذا ما سن يحكمون العدل ما يصير يجرى بالعراق وفعلا لأنهم موالين لإيران مع احترامات للشيعة الطيبين العروبيين الأوصالة هم أخوتنا ماكو شيعي وشني حلبة بالنسبة لها تفرق ماكو بس من ترجع وتقول شوف هذا المواطن اللي متضايق ومن مثلنا اتصل بدأ ينزل وسب حتى الأئمة مالهم اللي من السستاني إلى خميني إلى خامنئي هذا ليش؟ لكل فعل رد فعل هالفيزياء أنت هالقانون كنا نعرفه لكل فعل رد فعل فهذا لو ما أكو ردود فعل وضائقة للمواطن بالجنوب المتكى عروضهم وحقوقهم وأموالهم وكرامتهم ما ممكن أن يقول هذا الكلام يقول هم رجع يقول آخي صدام حسين عم يقول له صدام حسين شنو شان بطل وأني أضيف لك وخلي يسمع كل العرب للأسف الشديد صدام حسين وحده دولة هو شان صدام حسين دولة كبرى عظمى كان هذول المجوس كان يدمرهم خلاهم ما يتفكرون باحتلال أي جزء من الولايات هم دا يقولون سحتلينا أنا أشكرك أبو مصطفى نعم أشكرك أبو مصطفى من الموصل كان معنا أبو عمر من السليمانية تفضل أبو عمر السلام عليكم دكتور وعليكم عمر. السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك حياك الله الدكتور عمر تطرقت إلى مسألة النفط استخراج النفط ومسألة تهريبه وسرقته بس احنا حبينا أن نشير يعني موضوع مهم إلى عملية استخراج النفط طبعا أسهل نفط يستخرج بالعالم هو بالمنطقة هنا بالعالم هو بالعراق أبسط نفط يستخرج أنا اللي عرفه كان بزمن نظام السابق صدام حسين كان نسبة استخراج النفط باليوم 3.5 ملايين برميل والعام بعد 15 سنة يقول لك 3 ملايين 800 ألف برميل بالله عليك قبل كانت الأيادي العراقية صرفة تستخرج النفط نتيجة الحصار وغير شغلات ومنا بال 94 صار النفط مقابل الغذاء ماكو كانت شركات اكو أيادي عراقية تستخرج النفط 3.5 ملايين باليوم زين انتو صار لكم 15 سنة ومئات عشرات بل مئات الشركات الأجنبية العالمية اللي بأجهزة متطورة تختلف عن تلك الأجهزة اللي كانت تستخرج النفط السابق يا ترى 300 ألف برميل زاد بالله عليك هل هذا قناعة؟ هل هذا حق؟ قول الحق السام يعني شركات شير هاي أمريكا الشمالية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وأوروبا كلها جاية وعندك تركيا وعندك الصين وعندك كوريا الجنوبية واليابان وروسيا يعني هاي كلها شركات عالمية جاية هنا بدها تشتغل على مود تطلع لنا 300 ألف برميل ألا لعنة الله على كل سارق على كل حرامي على كل إنسان ملعون دنيا وآخرة على هالكذب هذا اللي يزن به 300 ألف برميل بالله عليك يا أستاذ عمر هذا يا عقل يقبلها أريد أعرف هذا يا إنسان يقول أنا ذكي وأفهم نعم إحنا ما عندنا وزير النفط العراقي السابق الله يحفظه الجلبي ما أدري شو اسمه عصام الجلبي أو ما أدري اسمه يعني هو يقدر يظهر على التلفزيون يبين حقيقة هؤلاء عملية استخراج النفط يعني ب 15 سنة بس 300 ألف برميل زايدة بالله عليكم لك هاي وزارة عمليات السرقة صار أحكي لك يا صراحة بالنسبة للمناطق الجنوبية اللي تقوم بها هي الأحزاب الشيعية وتقوم بها هذول السلطة العصابة الموجودة بالمنطقة الخضراء زين اكو أنابيب بدون عدادات واكو هسه مجاميع اللي تطلع لتشتغل النفسة سواء كانت الشيوخ عشائر او تابعة الى احزاب او هم يقومون بسرقة هذه الأنابيب من خلال الأنابيب زين
هل سمعت في اليوم نسمع واحد محاسبه؟ حتى اذا واحد سني بالشارع ما يمشي من اهل السنه يلقى له ربع دينار يسوي له تهمه ارهاب او يسوي له مثلا دعاره حجر يسمع او غير قضايا اخرى. زين اما اذا المواطن الشيعي من يصرف؟ هو موجود يلزمون مو بالسجن لكن يعرفون يتركوا تهديد العصابات نتيجه العصابات اللي تقوم بالتهديد وكلها مشتركه وكلها متعاونه. زين هذا البلد من ضاع وانتهى هذا حالته. انا اقول لك معلومه عن كردستان. نعم. قسما بالله مو دفاعا عن كردستان، كردستان تصدر النفط عادي الى تركيا، تستخرجه من اراضيها، هي لها حق اقليم هو اقليم. زين من كانت تصدر النفط الى ايران؟ النفط هذا منين تجيبه؟ تجيبه من داخل اراضي كردستان. اي بس بحسب الدستور ابو عمر، الدستور اللي حطوه الجماعه وموافقه عليه حكومه كردستان، اي عمليات تنقيب او يعني عقود مع شركات اجنبيه لازم ترجع الى الحكومه المركزيه. يس دكتور عمران وياك. نعم. يعني معقوله صار 15 سنه بدون علم الحكومه المركزيه؟ ما هو لا اتفاقات سياسيه. زعلوا الجماعه طلعوا ورقه كركوك وورقه النفط. ما زعلوا الجماعه الامور ماشيه. لا استاذ ورقه كركوك هسه هو كركوك بيديهم، ايش صار لها كركوك رايحه بيديهم؟ حتى هذا الكركوك بيديهم مو هسه اذا يفتحون طريق ايران ويصدر النفط الى ايران هم يطلع من كردستان ما يطلع من كركوك. انت اسال سواق الصهاريج التانكرات اللي كانوا يجون من العماره من الناصريه من كل مناطق الجنوب وكذلك المنطقة. يعني هناك تقارير مسجله بانه هناك عمليات تهريب من يعني كردستان العراق الى ايران في عمليات. نعم انا وياكم يسمون تهريب لكن بعلم الحكومه العراقيه وبعلم الحكومه الايرانيه يطلع يروح الى بندر خميني ومن هناك ينباع الى اسواق الامارات. انا اقول لك يا صريح العباره عيني عينكم ما يقولون هم هسه يسمون تهريب. انت يمكن تسميه تهريب سرقه تهريب لكن نعم. هو بعلم الحكومه وكلهم يعرفون وكلهم ساكتين عنها. زين لان كلهم ببغداد وبالجنوب يسرقون بالنفط. زين ليش عليكم حلال ليش على الكراس حرام؟ انا مو دفاعا انا ما مستفاد قسما بالله العظيم. نعم. يقول لك اكو عراقي مستفاد من النفط من عام 1917 الى ان يحدد اليوم هذا هو كذاب. ما حد اجى دق الباب على بيتنا وقال لنا هذا ربع دينار ما الحق النفط عليك وما يقول صريح العباره. انت كمواطن عراقي علي من يعني تحمل المسؤوليه هاي عمليات التهريب الامريكان الحكومه عمليات التهريب؟ نعم طبعا. حتى اعطيك معلومه حتى الشرطه هذه الشرطه الاتحاديه والجيش كلهم مشتركين وياهم استاذ. يقول لك احنا اذا جينا وجبه وشبنا وجبه بتسرق يعني حاولوا تطلعون من يدقهم يهربون. اكو ناس تهرب شلون تلحق تهرب؟ لان عرفت جاء تليفون انه من الشرطه الاتحاديه او من جماعه من الجيش او من اجهزه امنيه اخرى انه جايين راح يكون القبض عليكم اكو عمليه سرقه. فحاولوا اللي يترك التانكر ماله وينهزه. نعم ابو عمر انا اشكرك. يعني التانكر وتسليم تاير. اشكرك ابو عمر من السليمانيه كان معنا شكرا جزيلا لك. اشكرك ابو عمر وعذرا على المقاطعه. شكرا ابو عمر. طبعا على الرغم من يعني وصول ارقام الميزانيات التي خصصت للعراق من النفط العراقي الى ارقام قياسيه تجاوزت 100 مليار في بسبب يعني اسعار النفط وارتفاعها خاصه في السنوات الماضيه، نشوف يوميا ونشاهد بانه الخدمات ما زالت في مستوياتها الدنيا. على سبيل المثال في مجال الكهرباء يتجاوز عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في الصيف طبعا يوصل في بعض المناطق 18 ساعة. خدمات المياه الصالحة للشرب يعني لأكثر من 25% من السكان لا تصل. البصرة حدث ولا حرج. انقطاع مستمر في المياه كما أشرنا. تراجع نوعية المياه ودرجة النقاوة. إذا حكينا على موضوع المشتقات النفطية يعني منذ الاحتلال الأمريكي لم يتمكن أو لم تتمكن الحكومة في العراق من سد بعد العام 2003 من سد احتياجاتها من المشتقات النفطية بكافة أنواعها. إنتاج المشتقات النفطية لم يتجاوز 60% مما كان عليه قبل الاحتلال. العراق يصرف تقريبا 6 مليار دولار سنويا على استيراد المشتقات
النفطية من الخارج. معنا اتصال صباح من بغداد، فضل صباح. السلام عليكم أستاذ عمار. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة للتهريب النفط هو معروف بأغلب يعني الأوقات هو من محافظة البصرة يعني. نعم. البصرة معروفة يعني بها عدة يعني مئات الكيلومترات من الشبكة اللي موجودة تحت الأرض، يعني موجودة بالأراضي في البصرة، والبصرة تعتبر منطقة حدودية، لكن من يهيمن ويسيطر على هذا التهريب؟ طبعا أهالي البصرة اللي احنا نعرفهم أهلنا يعني كاتلهم الجوع والفقر والبطالة والعصابات المافيات اللي تقتل بأبنائهم، فهم عندهم علم، يعني الشعب البصري وأهلنا بالأهل البصري يعرفون منو جاي يهرب. أولا التهريب مو يجي مواطن عادي ويقوم يهرب بالنفط ويسرق النفط من الأنابيب الموجودة تحت الأرض، هاي رادلها لازم عنده خريطة للشبكة الموجودة تحت الأرض، هاي مين يجيبها؟ والعدادات اللي نصبت على الصهاريج المعدة للتهريب لازم هم عدادات مين يجيبها، لازم عنده سلطة. فالمواطن البصري البسيط ما يقدر يهرب، راح يكون ضحية لهذا الملف الفساد. يعني مثلا إذا أكو فد شل عاطلة من المواطنين عاطلين عن العمل وبدهم يهربون، راح تمسكهم تقعب راسهم، يعني من القانون راح يطبق عليهم. أما من اللي ما يطبق عليه القانون؟ المهربين هم معروفين، قادة الميليشيات لهم يد وقائد العمليات إلى يد، لأن شنو استاذ؟ يعني عنده علم. ما معقولة قائد عمليات والسيطرات والنداءات والمفارز والدوريات وما يعرف أن بهيش مناطق أكو تهريب صهاريج أو أكو تهريب عن طريق الميناء، عن طريق الزوارق الخشبية اللي هي طبعا الضر اللي يسرق من الأنبوب، راح يصير الأراضي الدائرة ما يدورها يمكن كيلومتر، هذا كله دمرت الأراضي أو المياه بالزوارق راح تدمر المياه شط العرب. فقائد عمليات صدقني ساد عنده علم، لأن هذا يعتبر أعلى سلطة. محافظ البصرة عنده علم، أعضاء مجلس المحافظة عندهم علم، والعمائم اللي مهيمنة بالشارع البصري عندها علم من اللي جاي يهرب من قادة الميليشيات. والله العظيم من شهود عيان في المنافذ الحدودية اللي تربط بين البصرة وإيران صهاريج محمية بمسلحين يركبون يعني سيارات حديثة يوصلوهم للمنفذ الحدودي، يعني شلون مثل ما تقول هذا واجبة من البير ياخذ ويعبون بالصهاريج وتاخذهم الدوريات مال الميليشيات وتوصلهم لبعض المعابر الحدودية إلى إيران، والكل متهم سواء إقليم كردستان أو بعض التجار بالإمارات أو جارة السوق إيران، كلهم متهمين بشراء النفط العراقي بأسعار زهيدة. نعم. فاللي موجودين بالبصرة ومهيمنين على البصرة والملف اللي يقول لك احنا سياسي البصرة واحنا قادة البصرة بالحشد واحنا قادة البصرة السياسيين واحنا العمائم اللي نفتي بالبصرة والاحزاب قادة الاحزاب بالبصرة، كلهم مشتركين بتهريب النفط العراقي، مو نفط البصرة هذا، نفط العراق. لكن هو 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 شنو الاجراء اللي صار ضدهم سواء من الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية في بغداد؟ ماكو إجراء، لأن الإجراء واقف. هذول يعتبرون خطوط حمراء المهربين. الدولة العراقية اللي هي لا دولة ما تقدر تحاسب أي شخص، والدليل من 2003 لحد الآن ما تم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق أي مهرب، لأن هذا يدمر المصلحة العامة. يعني هذا النفط ملك الشعب، إذا كان هو المسؤول هو المهرب. نعم، هو هذا بالفعل. الحكومة هي المهربة والأحزاب هي المهربة. ماكو اتخاذ إجراء قانوني صارم بحق المهربين، يعتبر إذن الطرف القانوني هو جزء من العملية الفساد. فهم الحكومة المركزية والمحكمة الاتحادية ويطلعون يتبجحون من سياسي البصرة، يقول لك احنا واحنا وانتخبونا البصرة ولازم نمثلهم في البرلمان، كلهم سراق. هاي الحكومة عصابة مافيات، عصابة مافيا هسه حاليا موجودة جزء منها بالبصرة، هي اللي تدير هاي المافيات لتهريب النفط. وتشوف العائلة البصرية أو بالناصرية أو بالسماوة أو بكل محافظات الجنوب اللي الحكومة محسوبة عليهم. الحكومة من 2003 لحد الآن حكومة شيعية بامتياز، لكن شنو سوت للشارع الشيعي بالجنوب؟ والله العظيم استاذ كاتلهم الفقر والبطالة وكل شيء يعني نقص عندهم. الحكومة سوت لهم اللي محسوب عليهم؟ لا شيء. شو راضين بهيك سياسيين وبهيك حكام يسرقوهم بعز النهار ومسلحين مدججين بالسلاح
وجاي يهربون. يعني احنا نعرف قبل 2003 كان النفط صدق مهمم وشركات عراقية هي اللي تدير استخراج النفط وتصدير النفط وتصفية النفط. هسه مصفى بيجي بكتو يا أعصاب أهل الحارة بالعافية عليكم. مصفى الدورة تقريبا شبه العاطل عن العمل وما يسد احتياجات العراق من النفط وغيره مشتقاته. مهم نحكي يعني لكن تجون على 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 قوت المواطن العراقي تحاربونه بي يعني حكومة شنو؟ الخلل بين استاذ والله العظيم. اشكرك صباح من بغداد. اشكرك صباح من بغداد كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه وحول موضوع تهريب النفط العراقي. ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين. طبعا في عام 2006 السفير الامريكي الاسبق زلماي خليل زاد يعني وافق على تولي عمار الحكيم لبعض عمليات تصدير النفط في ذلك الوقت. العام 2007 صدر تقرير عن الكونغرس الامريكي اتهم فيه المجلس الاعلى اللي ينتمي اليه في ذلك الوقت عمار الحكيم واللي بعدين صار هو رئيس المجلس. اتهم هذا التقرير بأنه المجلس من ضمن الجماعات اللي تقوم بتهريب النفط، والذي يصل مجمل تهريب النفط في عام 2006 و2007 إلى 15 مليون دولار يوميا. كذلك من ضمن التقرير الأمريكي في ذلك الوقت أشار فيه إلى أنه حزب الفضيلة في البصرة متهم بتهريب النفط العراقي. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل عراق الشريف. أهلا وسهلا بك. أستاذ أنا أريد أتكلم عن تأثير التهريب على العراق. التهريب مو بس يشمل النفط زين الأخوة كفوا بعدين إنه أنا أطلب إنه لو واحد هسه في هذا الوقت انه يمسي حق لا للاكراد ولا للعرب، لانه كلهم الحكومه الكرديه والحكومه العراقيه اللي تعتبر هي شيعيه عربيه كلهم ساهموا في تدمير اقتصاد العراق. الاكراد ترى ما قصروا في تهريب النفط في منطقه الشمال، هاي اولا. ثانيا مدير شركه النفط الشمال من اقربائي اغتيل قبل 5 سنوات. ليش؟ هذا نفط كركوك اغتالوه الاكراد. ليش؟ لأنه لازم يحققون مطامع اقتصادية براس العراقيين، براس العراقيين وراس الأكراد. الأكراد أيضا ما مستفيدين، الحكومات هي مستفيدة. أستاذ عندنا التهريب اللي بيأثر يقول لك أنه أثر من 20 مليون دولار هذه أموال مهربة إلى الخارج وكلها تروح في جيوب الأهل الحشد والميليشيات والمافيات والأحزاب الشيعية وحزب الفضيلة وحزب التيار الصدري وحزب الله، كلهم ساهموا في أخذ وتوزيع الثروات النفطية اللي موجودة بالعراق. لا. فأمريكا ترى أمريكا هي بالبداية كانت تكشف عن التهريب بالبداية الاحتلال، لكن هسه تكشف عن التهريب. ليش؟ لأن هي مستفيدة والحكومة العراقية وأحزابها والكردية كلهم مستفيدين وخالين أموالهم بس بنجيبهم وحرمين الشعب العراقي من اقل شيء هو الماي. زين احنا في حاله
احنا حنظل ساكتين، احنا نشوف المافيات والعصابات تثقب الانابيب النفط وتاخذ الثروات المعدنيه اليورانيوم في ميسان والكبريت في الجهه الغربيه والفوسفات والهذا، وين دا يروح؟ زين هذه ما كلها اموال طائله سنويا تجي الى العراق تساعد في اسناد الخزينه العراقيه وتنطي حق الشعب العراقي. زين بالاضافه الى هذا التهريب اثر على انه تهديم البيئه الطبيعيه للارض والى الهواء. لا. لانه المواد المسربه كلها تؤدي الى تسمم المياه والى تضرر الارض، ما يصير بها اي زراعات، وبعدين العراقيين كثره الامراض اللي موجوده عندهم. يعني هذا احنا ليش ساكتين؟ انا اللي دا اعرف احنا دا نعرف اكو حكومات شيعيه عربيه العفو شيعيه كرديه هي ساهمت في تهديم البلد، ليش كلهم بمصالحهم؟ ليش انه المنطقه الشماليه اكو انبوب ثاني هذا يروح تهريب للمناطق الشماليه حتى يخلون بجيوبهم؟ زين احنا شنو موقفنا كعراقيين؟ نعم ام عبد الله، هو اتفاقات سياسيه، ومثل ما اشرنا انه الجماعه لما يتراضون فعادي هذا الامر يمشي، ولما يزعلون تثار هذه القضية. أنا أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا. طبعا في سياق التصريحات حول تهريب واستحواذ الشركات الأجنبية وعمليات الفساد التي تتم من خلال المناقصات ومن خلال هذه الشركات الأجنبية، النائب عن محافظة نينوى على سبيل المثال أحمد الجبوري أكد عدم قيام شركة سينغول الإنغولية النفطية بحفر أي بئر في حقول الجيار. قال بأن الشركة لم تقم بحفر أي بئر نفط جديد في حقول الجيارة، لكنها تأخذ 5 دولارات عن كل برميل يباع، وأضاف بأن شركة نفط الشمال متواطئة مع هذه الشركة ونصبت لها خزانات عمودية على الآبار التي هي أصلاً موجودة قبل أن يتم التعاقد معها عام 2012. عضو لجنة النفط والغاز النيابية هيبة حمد كشف عن خسارة العراق أكثر من 50 مليار دولار جراء جولات تراخيص الشركات النفطية، وأكد بأن اللجنة تمتلك وثائق عن فساد كبير بعقود جولات التراخيص النفطية والشركات المحالة إليها. شركة نفط الجنوب كذلك تحدثت بأن 500,000 برميل تسرق يوميا، 500,000 برميل يوميا. هذه شركة نفط الجنوب تتحدث عن هذا الموضوع من صادرات نفط العراق من قبل شركات نفط أمريكية وبريطانية. شركة نفط الجنوب قالت بأن خبراء تابعين لشركتي إكسون موبيل الأمريكية وبيبي البريطانية تتلاعبان بعدادات تصدير النفط وسرقة كميات كبيرة من النفط العراقي، ولفتت إلى أن حجم الأموال المستحصلة من تلك السرقات تقدر بنحو 400 مليون دولار يوميا، وأكدت بأن تلك السرقات تجري بطريقة مغلفة قانونيا من خلال ناقلات تابعة لشركة بريتش بتروليوم البريطانية وشركة إكسون موبيل الأمريكية، وأن جزءا كبيرا من كميات النفط تلك يجري بيعها مباشرة من خلال شركة سومو وبأسعار مخفضة. معنا اتصال أبو أحمد من الأنبار، تفضل أبو أحمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر، أحييك وأحيي القناة. حياك الله يا أهلا بك وكافة التاجر، أهلا وسهلا بك. بالنسبة المالكي من شان بالحكم يقول احنا فشلنا فشل ذريع، نعم، ومشعان الجبوري يقول احنا كلتنا حراميه وسراق، ما شاء الله. وهذا النفط اللي جاي باقي جاي يعترفون على انفسهم، نعم، يعني هاي 67 ميليشيا كلها جاي تسرق بالنفط اللي من الموصل واللي من البصره، وجاي يعبرون قبل الايران. يعني الشعب العراقي يسمعنا شلون يظل شتفه قاعد، يظل حاط ايده على وجهه، لا غذائيه لا ارزاق. احنا هسه انا الناشد من بعد الناشد من اذا القوات الامريكيه كانت صادقه ويا الشعب العراقي يحفظوننا الامن ويلزموننا الحدود ويلزموننا الحراميه والسراق اللي داخل هذا البلد.
ابو احمد هم الامريكان اللي جابوا ذول الحرام، ابو احمد هم الامريكان اللي جابوا ذول الحراميه، هم اللي هدموا البلد، هم جابوه. ليش احنا نعول على الامريكان؟ نعم نعمل، نقول لعل الله بركت بركت الايه تنقلب عليهم استاذ عمر، لان الشعب لا حول ولا قوه. نعم الشعب انتهى، الشعب كله معتقلات، الشعب كله سجون، اللي في شر خارج العراق. وانا احيي مسنى التميمي من لندن، واحيي انتفاض خنبر، واحيي كل واحد شريف ونزيه يضحك على الشعب العراقي اللي تعب وداعه واللي انتهى فريده. يا استاذ عمر احنا هسه الناس اللي نريد حكومه انقاذ وطني ينقذون الشعب العراقي ويحافظون على ثروات البلد. لا صناعه، لا زراعه، لا اي اعمال. وقفوا كل الشغل يعني بس بديهم صار يبوبون. اذا انت ابو احمد حتى نبقى في صلب الموضوع، صلب تهريب النفط، انت شو تشوف يعني هذا التهريب اللي صار من 2003 ولغايه الان؟ يعني معقولة حكومة تدعي أنه عندها قانون وعندها داخلية ودفاع وإلى آخره، وزارة نفط ووزارة عدل، ما وضعت حد لهذا الموضوع التهريب؟ شلون تشوفه أنت؟ أستاذ عمر هاي ما عندنا إحنا وزارة، لا وزارة دفاع ولا وزارة داخلية ولا أمين، حكومة عصابات ومافيات وأحزاب، خطينا وخطينك يا أستاذ عمر، ماكو واحد يحاسب واحد، إحنا نريد محاكم دولية تجي تقف بالعراق وتنقذ الشعب العراقي ويحاكموني هم محاكم دولية. أنا أشكرك أبو أحمد. أنا أشكرك أبو أحمد من الأنبار كان معنا، شكرا جزيلا لك. خلونا نقرأ بعض الرسائل. يقول الشركات الخارجية تستثمر في النفط والفساد المستشر في هذا القطاع، سرقات وفساد من قبل الأحزاب والمافيات منذ العام 2003، وللآن متورطون جميعا بهذه الأزمات منذ الاحتلالين الأمريكي والإيراني. الحل الوحيد يقول لخلاص البلد من واقعه إزاحة الطغمة السارقة الفاسدة. مبروك من الإمارات. رسالة أخرى تقول فيها، تقول السلام عليكم أستاذ عمر، أين نفط العراق تتساءل، ومن هو المستفيد منه، وأين زراعة العراق، وأين خيراته، وأين ثرواته، ولماذا نحن شعب من شعب أصبح فقيرا، ولماذا نحن شعب مضطهد. أنتظر منك ومن الخيرين الإجابة على أسئلتي، مع تحياتي لقناتكم بنت الأعظمية وزوجة الشهيد كما سمت اسمها. يا أختي الموضوع واضح، موضوع واضح. الاحتلال اللي إجا إلى العراق والجماعة الحرامية ما شاء الله ما مقصرين، هم متفقين على تدمير البلد وعلى سرقة خيرات البلد. معنا اتصال سامي من بغداد، تفضل سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر، تحياتي لحضرتك. إذا تسمح لي مثلا أقول هاي المعلومة أستاذ عمر، الجزيرة 25/12/2014 الصراحة غطت على هذا الموضوع تغطية كاملة، يعني اللي يريد يعرف بالضبط. ما شاء الله جماعة اللي جوي بس انطوا العراقيين الانترنت، ماكو حتى يفضحون نفسهم. فاي واحد ماشي اريد ما اوكي، هناك كثير من الوكالات الاجنبيه غطت هذا الموضوع، وتدري الموضوع مو جديد، يعني من عام 2003 ولغايه الان هناك وكالات اجنبيه حتى امريكيه يعني تكلمت على هذا الموضوع. احنا من نطرح هذا الموضوع ويعني ربما المشاهد أو المواطن العراقي يقول لك هذا موضوع معروف، نعم، ولكن إحنا نريد نأكد على مواضيع مهمة جدا وحيوية، هي ثروة البلد، ثروة البلد دعا تنهب. فلازم حتى الجيل الجديد اللي مثلا يعني مواليد 2003 العفو، هسه صار عمره 16 سنة، أمور هو ما واعي لها، ما يعرفها. فإحنا من تتصل أنت من بغداد أو أبو مصطفى من الموصل، تدري هناك قريبة أو هو ممكن يشتغل في وزارة النفط أو في شركة نفطية يكون قريب. فإحنا نريد المتصل المشاهد يضعنا بالصورة، يطي رأيه، ربما أنه شاهد عمليات السرق، يعرف مسؤول عن هذه العملية، حتى يبقى المشاهد والمواطن العراقي على وعي تام بكل هذه الأمور والمواضيع. تفضل عيني سامي. والله تعذرني أستاذ عمراني، قصدي مثلا فاهمك على فاهمك. الشخص على مود حتى يكون له علم بهؤلاء الذي أتوا بعد 2003. يعني العراق كان دولة يعني ذات سيادة،
قبل 2003، اجوا الامريكان وصارت الفوضى هاي. هاي القصد يعني مثلا بالاضافه يعني تعرف المنطقه الشماليه بعد 2012 استخدموا الانبوب العراقي شو اسمه احنا نقول اللي يصدر النفط بصوره طبيعيه، استخدموه حكومه كردستان واستفادوا من الاموال حتى انباع هذا النفط لاسرائيل. فالقصد تعرف انت منو اتى لا. بعد 2006 المالكي وخلى هذا، يعني اذا اكو واحد فاسد ومجرم سرق اموال العراق هذا الشهرستاني اللي كان ب 2006 وزير نفط، ومنو كان بظهره هذا المالكي. فهؤلاء مو عنصر شلون اقول لك بناء البلد وبناء اتوا فقط لتخريب البلد يعني. نعم. صراحه وضحت الصوره اخويا سامي من بغداد كان معنا، شكرا جزيلا لك. رساله على الواتساب يقول فيها السلام عليكم، يقول هي اكو غير الاحزاب والميليشيات اللي تهرب النفط وتبيع لايران، يقول صارت بيدهم بعد، والبصره هم اهل النفط ما مستفادين منه شيء. يقول لا صحه ولا تعليم عندهم ولا كهرباء ولا مي، وبس الامراض قامت تصير بيهم. الفقير يقدر يسوي هيش لما اهل العمايم والشعب لا حول ولا قوه لهم، ميتين من الجوع. معنا اتصال ابو علي من كربلاء، تفضل ابو علي. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمه جميعا. اهلا وسهلا، الله يجعله في ميزان حسناتكم. امين يا رب. اهلا وسهلا. الشر الدنيا ما يضحك استاذ عمر، مو بس هاي، السواق اللي يودون الحمل ياخذون فلوس من الدوله، والحرس ياخذ فلوس من الدوله، والعمال اللي يشرفونهم ياخذون فلوس من الدوله. النفط طبعا اخوتنا الكراد قبل الاحزاب الشيعيه بالجنوب تقريبا 7 سنوات سبقوهم، وحتى يعني انا شاهدت حتى من التسعينات السيارات الزينه، المعامل، حتى الفلوس، حتى الذهب، اخوتنا الكراد كانوا يودون الى ايران. ومو بس هذا، ايران سوت النفق ما بين بنجوين ونسيت ذيك المنطقه ديت ايران اسمها، ايران صرفت 20 مليون دولار بس سوت النفق. وبعد السقوط يعني عشان اقول بعد احتلال العراق الظليمه هاي الكبيره باتجاه الامه العربيه والاسلاميه اخذت كل شيء، الاحزاب الكرديه اخذت كل شيء. احنا مو بس العفو شو تفضل؟ لا ما 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 سالتك، تفضل. ايه فالاخوه الكرام الكراد الاعزاء الكرام سبقوا السيارات الشفلات الخرده الحديد ما اعرف شنو الالمنيوم الستيل جبت بعيني اني. فقبل كانوا يصدرون وين؟ على تركيا. شوي صار خلاف استمروا لحد على هي الكرام. موضوع يعني موضوع 2003 الحواسم كثير يعني ما نريد نتهم جهه وحده. لا انا شفت بعيني انت من تصرفت اللي شاف بالفعل تم تهريبها بعدين يعني بيعها تهريبها الى ايران عن طريق الشمال. نعم اي مو مال الجنوب. الو اسمعك ابو علي اسمعك. اي مال الجنوب يروح لصفحان، ومال الشمال يروح هنا كرمانشاه. انا شفت بعيني ونزلت حسيت ويا السواق والتبنت. فالتهريب ايران كيف بي؟ اكو مكرر يكرروه ولو يبيعون على العراق او لا الها نسبه ايران. ومو بس هاي يعني الايام اللي جايه احتمال ايران تجي تبيع والنفط الهم يعني باسمنا تبيع للعالم، وهسه اكو جماعه سولفوا لي يبيعون باسم العراق لان علي حصار والفلوس المال والعمال والتعب على العراق والفلوس ترجع لايران. وانا اشكرك طلعت عليك. اشكرك عيني ابو علي من كربلاء. طبعا النائب عن ائتلاف دوله القانون كاظم الصيادي يقول بان شركه اونا اويل المتورطه بصفقه فساد نفطيه كبرى هي شركه وهميه وليست شركه نفطيه فعليه، وقامت باعمال سمسره في انحاء العالم. واضاف بان الشركه استطاعت الوصول الى اروقه اتخاذ القرار العراقي من خلال الرشاوى لتتورط في قضيه فساد
تعد الأكبر في تاريخ العراق، وأكد بأن الفاسدين يتنعمون والسماسرة تستقبلهم قيادات الدولة في العراق كما قال، ولفت إلى أن هذه الشركة مملوكة لعائلة إيرانية امتهنت السمسرة، وأوضح بأنه ذهب إلى لجنة النزاهة وسأل فلم يجد إلا 4 ورقات فقط بشأن هذه القضية. النائب عن محافظة نينوى، إذا أشرنا عن التهريب في محافظة نينوى، شيروان قال بأنه هناك وأكد بوجود عمليات تهريب النفط في المحافظة، لا سيما أبار نفط القيارة إلى إيران وبتواطؤ حكومي. نقرأ الرسالة الأخيرة على الواتساب، يقول فيها: الجميع يعرف بأن الدول الأجنبية تتمتع بالمصداقية داخل دولهم، ولكن خارج هذه الدول تريد إثارة الفوضى في باقي الدول من أجل أن تستفيد من ثروات هذه البلاد، ولذلك الفوضى والفساد في العراق تستفيد منه الدول الغربية أولا وأخيرا طبعا بمساعدة العملاء. حسام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها عن عمليات تهريب النفط في العراق وتهديم البنية التحتية النفطية، وكذلك تورط شركات أجنبية كبيرة في تهريب وفي سرقة النفط العراقي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.